حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر. وعلى أرض مصر ملف الصحة يأخذ اهتمام كبير من القيادة السياسية ومن الدولة بكافة هيئتها ومؤسساتها من أجل تقديم خدمة طبية وصحية لكل مواطن مصري تكون على قدر كبير من الكفاءة والجودة العالية. هنتكلم عن هذا الملف وأحدث وأهم المبادرات الصحية واللي يمكن كان من ضمنها ومن أحدثها 100 يوم صحة. وبيشرفنا في الاستوديو دكتور أحمد جمعة نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي وأستاذ جراحة العيون. أهلا بك يا دكتور معنا. أهلا بك بسادة المشاهدين. يعني تقريبا مبادرة 100 يوم صحة كانت أحدث المبادرات، مش هنقول آخر المبادرات الصحية، لأن دائما القيادة السياسية بتبادر بإطلاق مبادرات طبية وصحية مختلفة. ومع قرب انتهاء هذه المبادرة كلمنا يا دكتور عن أهم النتائج وثمار مبادرة 100 يوم صحة. احنا طبعا مبدئيا من البداية 100 يوم صحة دي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى اتعملت السنة اللي فاتت واتعملت على مدار كمان 200 يوم مش 100 يوم بس. وطبعا من ال 100 بيجددوا بالظبط. فطبعا الخدمات، لان الخدمات مهما حاولنا نقدم لا لسه في عايزين تطوير ولسه في عايزين ان احنا نقدم خدمات اكتر. طبعا الدعم الهائل طبعا من القياده السياسيه ومن وزاره الصحه علشان نقدم الخدمات لابعد مكان ممكن الناس ما تقدرش توصل. لا بنحاول نوصل لحد هناك. العربيات المجهزة اللي هي بتقدم الخدمات الطبية في جميع التخصصات، طبعا القضاء على قوائم الانتظار كانت برضو من ضمن الأهداف بتاعة 100 يوم صحة الأولانية، وبرضو من الأهداف الجديدة الصحة الإنجابية، طبعا الكشف المبكر عن الأورام، عن الاعتلال الكلوي، عن الأمراض الغير سارية زي مثلا حاجات اللي هي الوراثية، الحاجات الجينية، طبعا الكشف المبكر اللي هو قبل الزواج. كل الحاجات دي كلها من الأهداف اللي كانت عايزين نحققها. اتقدم طبعا خدمات كتير جدا، يعني نقدر نقول مثلا فوق مثلا 12 مليون خدمة ممكن تكون اتقدمت في المرحلة الأولانية، ما بين كشوفات طبية، ما بين صرف علاج. طبعا فتح طبعا تقديم الخدمة مش على المرحلة الصباحية بس، لا ده احنا من 9 ل 9 مساء، من 9 صباحا ل 9 مساء. ده قدر ان هو طبعا يغطي عدد كبير جدا من الناس، ان هو لو حتى ناس في اعمالهم او حتى في شغلهم اللي هو الصباحي يقدر ان هو يتقدم له الخدمه المسائيه. طبعا الزياده في القضاء على قوائم الانتظار، قرارات نفقه الدوله، كل الحاجات دي كلها في جميع التخصصات بقى، مش هنقول في تخصص واحد. صرف العلاجات طبعا كان من ضمن الحاجات اللي كانت بيبقى فيها صعوبه جدا في المعوقات، كانت بتحصل ان بيبقى في تكدس في الفتره الصباحيه. دلوقتي بقى على مدار اليوم كله، غير الخدمات اللي ممكن ان انا بطلب الخدمه للمنزل لو ناس مسنين او ان هو مش قادر ان هو ينزل ياخد الخدمه. وموضوع او بند العلاج والادويه، ايه اللي تم فيه وايه الجديد فيه؟ يعني العلاج طبعا في جميع التخصصات طبعا تقديم متوفر. الخدمه طبعا الخدمات كلها متوفره. هو طبعا من كتر تقديم الخدمه دايما لما انا بقدم الخدمه بكميه كبيره فبقى انا محتاج دعم لوجيستي كويس. يعني ان كانت الات، ان كانت مستلزمات، ان كانت مستهلكات، ان كانت ادويه، فشيء طبيعي جدا ان على ما تتورد الحاجه بيحصل في نسبه تاخير بسيطه. لان انا بقيت بقدم فتحت مجالات كتير، زي ما نقول مثلا كان عندي مثلا 100 مستشفى بقوم 500، فشيء طبيعي الكوادر نفسها، المستلزمات نفسها، الادويه نفسها يبقى فيها شورتج شويه لحد ما تبتدي تواكب سرعه تقديم الخدمه. فده شيء طبيعي، مش ان هو عجز، لا، على قد ما هو ان العجله الدايره عايزه تدور باسرع شويه. فلا الحاجه متوفرة، تلبي الاحتياجات، تلبي الاحتياج فعلا اولا باول يعني. وانتوا كاطباء وكادر طبي بيتعامل في هذه المبادرات، لاحظتوا فرق في التعامل مع المواطن منذ بداية إطلاق المبادرات الصحية وحتى الآن؟ في فرق في العدد، في الفئة، في الإقبال، في سرعة الشفاء، في نوع الأمراض اللي بتتعاملوا معها؟ هقول لحضرتك، احنا يمكن في المبادرة الأولانية كان من ضمن الأهداف بتاعتها التوعية. ودي اتكلمنا عليها، يعني افتكر ان انا جيت في حلقه واتكلمت برضو على موضوع التوعيه. التوعيه الاعلاميه مهمه جدا، ان هو زي ما بنقول المريض هيقول انا هنزل، هل هاخد علاج، هل هيكشف عليا مظبوط، فممكن يكسل. لكن لما يبقى في توعيه
وفي زي ما بنقول كده بعرف انا بقدم خدمات ايه وبقدم ايه، الناس نفسها بتثق. وبقى التسجيل حتى بيجي لي فيدباك ان هو يقول لا انا تلقيت الخدمه، لا انا حصل عندي تقصير في حاجه كذا، ما عرفتش ان انا اخد الخدمه مظبوط، الكلام ده كله. فطبعا ده بيخلي يحصل تطوير في تقديم الخدمه نفسها. يعني واحد جاي يطالب الخدمه وحصل مثلا ان هو ما لقاش الخدمه متوفره، او ان الخدمه مثلا فيها تقصير لاي سبب من الاسباب، فهيقول ان انا في عندي المشكله الفلانيه قابلتها، فده هيتحل وفعلا اتحل منه مشاكل كتير جدا في المرحله الثانيه. وبالتالي الخبرة والتطور لم يطرأ فقط على نوعية الخدمة أو اللوجستيات، ولكن أصبح أيضا تطور في الكادر الطبي وتطور للمواطن، وعي أكتر في مفهومه طبعا كتير كتير، إن هو بدأ إن هو نفسه بيروح ويطلب الخدمة. غير إن كان يعني مثلا نفتكر لما واحد يجي يقول إن أنا في وحدة رعاية صحية لا فاضية، دلوقتي لا، بتلاقي في اعداد وبتلاقي في ناس عايزه تاخد الخدمه الطبيه، وبيسجل وبيبقى عارف رايح فين وهيعمل ايه وهيكشف عليه ازاي والكلام ده كله. عندهم احساس بايجابيه المبادره، وعندهم احساس بجدوى التعامل مع هذه المبادرات طبعا ده وصل لهم ان هو فعلا في خدمه بتتقدم حقيقيه، مش لمجرد إعلان أو لمجرد مبادرة، لا في خدمة فعلا بتتقدم. فبالتالي لقينا هم نفسهم الناس بقى في إيجابيات. القوافل اللي كانت بتروح لهم قوافل كتير جدا، يعني تتجاوز 500 قافلة، العربيات المجهزة اللي هي حتى لو الشخص المكان الرعاية الصحية بيلاقي فيه عربية قريبة منه، فده خلى الناس نفسها إن هي تستجيب وتنزل ويبقى عندها وعي أكبر وإن هي تطلب الخدمة الطبية. سلوكيات المواطن اللي كنا دايما بنتكلم على انه هذه السلوكيات السلبية كانت سبب مباشر في الإصابة بالعديد من الأمراض المنتشرة والمتفشية والمزمنة، اتغيرت هذه السلوكيات؟ كتير جدا. احنا كان يعني مثلا زي ما بنقول كده في المرض وفي مضاعفات المرض. كنا بنقابل مضاعفات الأمراض المزمنة أكتر ما بنقابل الأمراض نفسها. يعني بيجي مثلا هنفترض زي مثلا مريض السكر، بيجي هو عنده مضاعفات من السكر، مأثر على الأعصاب، مأثر على الكلى، مأثر على العين، مأثر على أي عضو في الجسم، بيجي لنا بده دلوقتي لا، بيجي عشان يطلب الخدمة الطبية ويتعالج من قبل ما تحصل له المضاعفات. فدي ده تطور كبير جدا في مفهومه. لكن يعني لما بيستنى في السابق مضاعفات بيجي مريض السكر بملحقات المرض بقى، يعني حاجات تانية، مضاعفات تانية، لكن دلوقتي بيجي مريض السكر بس، جاي بمرض السكر فقط في البداية، خلاص في بقى في وعي. هو أنا دلوقتي لو أنا عندي بقى زي ما بنقول كده اللي هو عجز، هعيش إزاي، همارس حياتي إزاي، هشتغل إزاي. فالناس كانت بتتجاهل، كان الأول بيتجاهلوا، بيتجنبوا الحقيقة، مش بيتجنبوا، كان بيتجنب التعامل مع الفكرة ان عنده مرض، لانه شايف انه علشان يبدأ يتعالج في حمل او عبء كبير هيقع عليه، سواء من مسافة طويلة، سواء من وتكاليف. دلوقتي بقت الحاجة بتتقدم في اقرب الطرق واسرع الطرق، فعشان كده ده خلى ان هو يطلب الخدمة ويلحق يتشجع هتوقف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا عن مبادرة 100 يوم صحة. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، ولازال بيشرفنا في الاستوديو دكتور أحمد جمعة، نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي وأستاذ جراحة العيون، ولازال حوارنا عن 100 يوم صحة. أهلا بك يا دكتور معنا مرة تانية. أهلا بك. وكلمنا عن أهم الحالات الحرجة، خلينا نقول، أو العمليات المهمة والحرجة أيضا، أو اللي فيه تخصصات دقيقة وتم التعامل معها من خلال 100 يوم صحة. وهل في تفكير أو رؤية أنه المبادرة تتجدد مرة تانية، ولا كده إحنا قربنا في انتهاء المبادرة؟ هقول لحضرتك، هو بالنسبه طبعا هاخد من الاخر اللي هي طبعا المبادره يعني المفروض ما تتوقفش. ليه؟ لان في امراض مزمنه وفي خدمات لازم تتقدم باستمرار، ممكن ما تبقاش بنفس الحجم اللي بيتعمل، يبقى التقنين للخدمات اللي هتتقدم للامراض المزمنه بقى فقط، لو خلاص
الخدمات اتقدمت لكل الناس، والكشف المبكر عن بعض الأمراض خلاص، والحمد لله الناس ما فيش فيها مشاكل. فدي يبقى تدوم وتستمر علشان أمراض مزمنة فقط. الحاجة التانية اللي هو مقترح اللي ممكن يتعمل في سؤالك ده، إن هو لو في فرق بحث علمي هنقدر نحدد في كل المحافظات اللي رايحة إيه أكتر الأمراض المنتشرة، نقدر يتعمل عليها أبحاث علشان نمنع حدوث دي لأجيال قادمة. فدي برضو هتفرق كتير جدا، إن أنا هقلل الكوست بتاع إن أنا كل شوية أعمل مبادرات كبيرة برضو بتكلف الدولة مبالغ كبيرة. لو أكيد. أنا تجنبت، لو أنا تجنبت مثلا مصادر عدوى، تجنبت مثلا تلوث معين أو حاجة معينة، دي هتفرق معانا كتير جدا. زي ما بقول، أتجنب المرض أفضل من إن أنا أعالجه. دي فكرة طبعا عظيمة جدا، بس هل احنا عندنا يعني في قصور في الجانب ده؟ هل حتى الآن ما عندناش أقسام أو رؤية أو فكرة البحث العلمي المتخصص؟ يعني زي ما حضرتك قلت، كل منطقة جغرافية لها ظروف معينة، سواء كانت ريفية أو صحراوية أو مدنية، فبتتعرض لتلوث مثلا رصاص، عدم الرصاص مثلا في المدن، القرى في مثلا بكتيريا أو أمراض زي البروسيلا المرتبطة بالأجواء الريفية والتعامل المباشر مع حيوانات المزرعة و و فهل احنا ما عندناش؟ ده موجود طبعا، موجود، بس دايما الأبحاث محتاجة التجديد. لإيه؟ لأن الظروف البيئية المحيطة بتتغير باستمرار، فشيء طبيعي ان لازم الابحاث. يعني زي مثلا انا عملنا بحث على مرض مضاعفات سكر معينه، مرض السكر هو ماشي زي ما هو؟ لا، بيحصل فيه تغيرات كتير جدا. دلوقتي بقى فيه علاجات مختلفه تماما عن العلاجات التقليديه اللي كانت بتتاخد، فشيء طبيعي تجديد الابحاث. تجديد الابحاث اللي هو بقى فيه فكره جديده، بقى فيه عندي اقدر ان انا اوصل لمنع المرض او تجنبه او علاجه باسهل الطرق. لكن في حاجه اسمها البحث اللي هو على ماس بوبيوليشن، اللي هو على فئه كبيره، ده لو اتعمل في ال 100 يوم صحه، لان الاعداد كبيره صحيح، فطبعا ده هقدر ان انا اطلع داتا، وده 100% بيتعمل. بس اللي هو ده عندك يتحط في المنظور عندك كهدف، الداتا وعندك تمام كده، يتحط كهدف ان انا اطلع منه داتا معينه في فرق البحث العلمي اللي موجوده في الوزاره وموجوده في الجامعات، ان هو يعني نقدر تستفيد نوصل من التجربه بقى طبيا. لازم لازم يحصل يعني جمع لهذه المعلومات واعاده تصنيف للمعلومات ورسم خريطة كده للأمراض، بحيث إن احنا نبقى عارفين المنطقة دي كانت أكتر منتشر فيها مرض معين. وهناك تجارب لدول عديدة الحقيقة بتستخدم مثلا مياه الشرب، بتستخدم النباتات أو المحاصيل الزراعية كتير، في إن هي بتضيف أو بتدعم هذه الأماكن سواء بفيتامينات او بسبلمنتس معينه. هو يكفي ان يعني هي بحط تتجنب البرهات. الاطفال، تجنب الاطفال او سكان هذه المنطقه المرض اللي عندهم. انا زي ما بنقول كده، انا مثلا المنطقه الفلانيه مشهوره مثلا بامراض مثلا معينه، هتكلم في تخصصي، الحته دي مثلا عندهم الرمد الربيع منتشر، اخلي شركات الادويه تودي في المكان ده مضادات حيويه كتير، مش هيستفاد. المضادات هتفضل مركونه على الرف وتخش في اكسبايرد، وندور بقى نعدم او ما نعدمش، وشق كبير جدا. طيب، يبقى حتى الاستهلاك، او حتى ازاي ان انا اوجه كفكر ان انا اودي ايه العلاجات اللي المنطقه دي محتاجاها اكتر، ده برضو من الايه، من البحث العلمي اللي هو هيتعمل من نتائج المرحله. لما انا اوصل في الاخر ان انا اكتر امراض منتشره في المنطقه دي امراض الحساسيه، حساسيه الصدر مثلا، غير لما يكون في مناطق تانية اكتر الامراض اللي قابلتنا سكر. يبقى انا حتى في توجيه الادويه وتوجيه نزول الحاجات، القوافل كمان قوافل نفسها، هتبقى معاها ادويه، هتبقى معاها ادويه اكتر في الشق ده. صحيح، ده 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 يعني هو فايده من كل النواحي. ان انا اوصل زي ما بنقول كده نتيجه، ان انا عرفت المنطقه الفلانيه كان فيها مثلا المناطق اللي بعيد عن البحر،
طبيعي ان ممكن نلاقي فيها امراض الثيرويد او اللي هو الغده الغده الترقيه علشان اليود. عشان اليود. مظبوط. يعني بص اللي هو انا عايز نوصل من الاخر من كل ده ان احنا لو قدرنا نوصل ان احنا يبقى لتوزيع عندنا قاعده جغرافي بيانات، قاعده بيانات كبيره ونخرج من هذه التجربه باستفاده اخرى، يعني نعمل ابجريد كده او نعمل خطوه يبقى المرحله متقدمه اللي جايه، لمرحله قادمه اللي جاية فيها هقدر تخصص اكتر وفوكسنج اكتر على وكمان ترشيد استهلاك الادويه والعلاج. طبيعي. مظبوط. هتوقف مع حضرتك مره اخيره، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه. لازال بيشرفنا في الاستوديو دكتور احمد جمعه نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي واستاذ جراحه العيون، ولازال حوارنا عن ملف الصحه في مصر ومبادره 100 يوم صحه. اهلا بك يا دكتور معنا مره ثانيه. اهلا بك. وفي الدقائق القليله المتبقيه لنا، ايه اهم رساله تحب تؤكد عليها في هذا الملف، ملف الصحه وخاصه تخصص حضرتك العيون، وكل الاسر الان يعني بدأنا موسم الدراسة في كل المراحل، وهناك الكثير من الأطفال والطلبة والطالبات اللي ممكن ما يبقاش عندهم فكرة أو ما ينتبهوش إن عينيهم أو نظرهم محتاج لمراجعة. احنا طبعا هنقول طبعا بدايه الدراسه والاجهاد على العيون والمذاكره وبرضه استخدام الكمبيوتر واستخدام الموبايل بقى كتير، يعني كتير جدا. فطبعا الحاجات دي كلها بتؤثر على العين. احنا عندنا الطفل لا يشتكي الا من الم، يعني عشان نبقى واخدينها كلنا قاعده، الطفل بيشتكي من ايه؟ الم فقط. يعني لو حاجه مش بتوجعه مش هيشتكي منها، يعني عنده مثلا كلكوع هنا مش هيشتكي منها طالما ما بتوجعهوش، فهو الطفل مش هيشتكي يقول انا مش شايف. ففي علامات تخلي الاب والام يلاحظوا اذا كان طفلهم نظره ضعيف او لا. ليه نظرات معينه، يكسر على عينيه علشان يكون بيتفرج على التلفزيون يبقى عامل كده، او يميل براسه بطريقه معينه، يميل كده يميل كده، لو ماسك مثلا كتاب او ماسك الموبايل تلاقيه دايما ليه اتجاه معين كده او كده، او بيقرب الحاجه منه جدا علشان يشوفها. العلامة بعد كده التانية ان دايما يجي له احمرار ومش قادر يفتح عينه بعد ما يقرا كده مثلا ربع ساعة نص ساعة، يقول لك انا عايز انام او ان يعني بتحرقني او كده، ده على طول لازم اتوجه ان انا اكشف، لان غالبا بنسبة 80% الاعراض اللي انا شايفها دي تؤدي الى ان هو عنده نظر ضعيف. ايا كان بقى ضعف النظر، لما بلحقه بدري بحافظ على المقاسات بتاعتي ما تضعفش اكتر، ويبقى محتاجين نظارات اكبر ومقاسات تخينه شويه، والاطفال طبعا ما بيحبوش الحاجه دي، بيجري وبيتنطط والكلام ده. لما يكون مقاس صغير الحقه بدري ونحافظ عليه. تغيرات الجو اللي احنا موجودين فيها طبعا سريعا كده، طبعا موسم حساسيه، موسم تغير الفصول بيبقى طبقة الدموع بتبقى مختلفة شوية، لسه ما خدتش الطابع اللي هو الجو الساقعة، كانت بتنزل بتركيبة معينة وحمض معين وبروتينز معينة، على ما تبتدي تغير فنلاقي نفسنا كلنا عند الفترة اللي هي شهر 10 ده نلاقي نفسنا طبقة الدموع بتقل شوية، فبالتالي أحس دايما بنشفان حرقان. ما بلجأش الأدوية الا لما يكون الموضوع انا مش قادر امارس حياتي، دايما عينيا بتبربش واحمرار ودموع كتير. الطبيعي ان انا ممكن حتى بغسل عينيا بميه ساقعه، الامور هتتحسن معانا جدا. الجا لعلاج امتى؟ لما يكون الموضوع مؤثر عليا ان انا مش قادر ان انا لا قادر ابص في حاجه اقراها، او ان قادر ان انا امارس حياتي، بطلع في الهواء او في الشمس مش قادر افتح، ساعتها يبقى لازم الجا لعلاج. ده كل ما يتعلق بالفتره اللي احنا فيها دي. تمام. بشكرك جدا دكتور احمد جمعه نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي واستاذ جراحه العيون، شرفتني يا فندم. شرف لي يا فندم. شكرا. وغدا حلقه جديده على ارض مصر.